سؤال بس لازم ترد عليا بصراحة دلوقتي. لو الحضري ابتدى معاك ودرب وابتدى يتدرب مع الحراس المرمى ولقيته جاهز ممكن يلعب؟ نو 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 Let me use one دعني أستخدم مصطلح دائما أستخدمه في كل مكان. لكل قرد له شجرة يقف عليها. لا يمكن أن نخلط ما بين الأمرين. أنت جئت مدرب حراس مرمى ستظل، وبالتالي أنا هل ممكن ألعب أنا أيضا؟ لا، هذا لا يمكن على الإطلاق. أنا رجل عجوز لا أستطيع أن ألعب، ولكن مع لاعبي الفريق وفي مباراة صغيرة لا يمكن أشارك. هنا استفسار، المثل اللي انت قلته ده من عندكم ولا من عندنا؟ It's my one. اصل المثل ده عندنا برضو. I know there is something similar. I know. نعم هناك مثل مشابه من عندنا وترجمته. Yes. No, this is my one. هذا مثل اقوله دائما. وبالتالي ان قلت مثلي لا انا استمعت اليه، وكما تعلم انا نميت كبرت في البرازيل، انا من اصل برتغالي ولكن عشت في البرازيل، وبالتالي استخدمنا هذه الامثال في البرازيل لكل موقف. والبرازيليون كل يقولون لكل قرد شجره يقف عليه كده برضه. We keep this بتاعنا ده يعني.